مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. دمية. للكاتبة إيمان الطويل. نشر وتوزيع أوغاريت. صوت وأداء نجمة العطشان. جاءتني على استحياء قائلة: يا أبي، أريد أن تشتري لي دمية. يا ابنتي، ولماذا الدمية الآن؟ أريد اللعب بها كصاحباتي. وهل اللعب بالدمية ضروري؟ أجل، أتمنى أن تكون لي دمية أبدل لها ملابسها وأغسل شعرها. سأحاول إن شاء الله. ذهبت إلى محل الدمى علي أجد واحدة رخيصة. تمنيت لو أنني لم أشتري بعض الفاكهة هذا الصباح حتى أكون قادرا على شراء الدمية التي تريد. ابنة الصغيرة هذه ذكية وحلوة وخجولة، هي أجمل من كل الدمى التي أعرفها. تحلم كل الوقت بأن تكون لها ألعاب مثل صاحباتها، وأنا أؤجل ذلك دائما بحجج كثيرة. فلا تغضب، تسكت وتستسلم. الحجج لم تفلح هذه المرة، ولم يعد في الأمر حيلة. يجب أن أشتري لها دمية. دخلت دكان الألعاب وأخذت أدقق في الأسعار. كانت الدمى غالية جدا، ما هو مطلوب فيها يفوق طاقتي. تمنيت أن أجد ما هو مناسب حتى أدخل السرور إلى قلبها. كانت هناك لعبة بسيطة جدا، ليس فيها ما يغري أي من الأطفال. بدت وكأنها مهملة في مكانها منذ مدة طويلة دون أن تلفت انتباه أحد، لكنها لفتت انتباهي لأن ما معي من نقود يكفي لشرائها. أمسكت بها، قلبتها بين يدي علي أجد فيها ما يجعل ابنتي تحبها. كانت هناك عشرات الدمى الثمينة مرتبة بعناية، ولكل واحدة منها صفات مختلفة. فهذه تحمل ملابسها، وتلك تحمل أدوات زينتها، وثالثة تحمل حقيبتها، ولكل واحدة منها لون مختلف ينافس في جماله الألوان الأخرى. كانت دمى صماء تملك كل هذه الأشياء، أما ابنتي فلا تكاد تملك شيئا. ابنتي تريد دمية الآن، غدا تكبر قليلا وتكبر مطالبها. ستطلب الكمبيوتر كمعظم صديقاتها، إنهن يلعبن به ويقرأن ويشاهدن ما يحلو لهن، لكن ابنتي لن تستطيع أن تفعل مثل ما يفعلن. اشتريت الدمية الرخيصة وعدت إلى البيت بأقل سرعة ممكنة. أردت أن أسعدها، وكنت أخاف ألا تعجبها الدمية. كنت أخشى أن تقول لي: ليتك لم تشتري لي شيئا، صديقاتي سيسخرن منها عندما يشاهدنها. إنهن يلقين إلى الأرض بلعبة كهذه ولا يلتفتن إليها، وسوف أقول لها: لا تهتمي، منذ الغد سأوفر مصروف البيت، لن نشتري هذا الشهر إلا الضروري. لتكون لك دمية أعجبت بها عندما رأيتها، وستحبينها عندما ترينها. سوف يدهشك كل ما لدى تلك الدمية، وسوف تتباهين بها أمام صديقاتك. لكني كنت أخشى أن أفتح عيني ابنتي على ما لا أستطيع توفيره لها لو رأت تلك الدمية وما تحمله من متاع. وصلت البيت، ناديتها، لم أسمع ردا. ناديت بصوت أعلى ولا جواب. سألتني زوجتي: من تنادي؟ قلت: ابنتنا. أين ابنتنا؟ لقد اشتريت لها الدمية التي تريدها، وفي الشهر المقبل سأشتري لها دمية لم ترى مثلها. نظرت زوجتي إلي والدموع تغرق عينيها. تمالك نفسك يا رجل، أين هي ابنتنا؟ ناديها. ارتفع بكاء زوجتي، لم أنظر إليها. شعرت بصوت يهوي فوق رأسي وقلبي، قدماي سارتا بي إلى مكان لم أعرف كيف وصلت إليه. لابد أن ابنتي نائمة الآن، تحلم بالدمية التي سأشتريها لها. كان صوت الرصاص الذي استقر على عتبة بيتنا من جديد يدمي قلبي.